السلام عليكم، كثيرين بخير، لاباس عليكم؟ بخير. انا راه عندي واحد الوليه درا مرض ليا تصاب بخلل عقلي، فقد الذاكره، ما بقاش يعرف يمشي ولا يجي. ومشيت انا ديتو، جيتو للسبيطار عند الطبيب في الحومه، خرج لي دوز لي ليه، وخرج لي الدواء، وخرج لي تحاليل. قالوا لي الناس اللي راه ما خدامش لي هذاك الدواء سير ديها طبيب نفساني. ديتو طبيب نفساني هنا في اسفي، كيقول لي بوداره. تبعت لي، خرج لي الحصاد ديال الدواء، داويتو، طاحت ونط معاه شحال. وهذاك الشيء فوق من الطاقه ديالي انا، حيت انا ما خدامش، انا كنخدم معاه في الموقف، كنخدم في الموقف في برشيد، في بوزكوره، في مديونه، في مكان، في مكان الخبز ديال الدراري كنمشي نقلب عليه. وانا ساكن هنا في جامعه خميس نقا، دوار ولاد جلول طاهرة. واليوم ثاني ملي دريت راه تعالج ولا بخير ولا خير، ديتو للدار البيضاء، دارت لي الرقية الشرعية، دارت لي كل شيء. ودروك ثاني اتصاب لي بواحد المرض اخر، عندو واحد جي عمليات باغي يديرهم، عندو الميكروب في الفولية تاعو، وراه شي عشرات تحاليل للحق ديال هذاك الميكروب، وراه باقي العمليات باقي ما دارتهمش. انا بغيت الناس لا يتعاونوا معايا، لان هذا المرض هذا اللي جا لولدينا فوق المنطقه ديالي، انا ما خدامش، والدراري خاصهم مصاريف، خاصهم كسوه، خاصهم داكشي. عندي انا سبعه الوليدات، هما 180 هو تسعود. واليوم انا راه عندي ضرر عائلي، راه ضرر عائلي، لان هذا المرض اللي جا لولدي هلكني فوق المنطقه ديالي. راه الغضب ديال الفلوس اللي كيسهلوني الناس وداكشي، ومشيت والله العظيم لعند ستات القبيله اللي قلت لهم تعاونوا معايا، كيعرفوا ولدي وداكشي، وما تعاونوش معايا. يعني قلت لي انتم كتعرفوا ولدي وداكشي، وراه كان كيبيع وشري، وراه كان خدام وداكشي، ولكن تصاب بهذا المرض، راه ما بقى خدام ما والو. قلت انا زعما الناس يتعاونوا معايا كيف ما الناس كيتعاونوا مع بعضياتهم. هذوك ستات القبيله راه ما قال لي ودي واخا واخا واخا، ولكن ما داروا معايا والو. اليوم انا كنطلب من الناس اللي شاهدوني والمحسنين اللي بغى يتعاون معايا لله تعالى، راه عندي ضرر عائلي، لان هذا المرض هذا فوق المنطقه ديالي هنا. كي غيدير الانسان غيصرف هاد الشيء هذا وهو ما خدامش، ما عنده لا خدمه لا والو، عم ريح وغادي يتكلف بهاد المشاكل، لان هاد المشاكل فوق المنطقه ديال الانسان، وخا يكون خدام كاع. وانا راه جيت عند هاد الناس هادو، راه توجهت ليهم، راه الله يجازيكم بخير، راه اللي بغيت تعاون معايا، رانا ما عندي ضرر عائلي المية في الهلب. الله يجازيكم بخير. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب، وبارطاجيو المواد في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديرو جيم.